يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور محمد جواد جمشير حياك الله معنا. حياك الله يا دكتور محمد، يا هلا فيك. الله يسلمك. ان شاء الله دكتور، تكلمنا يمكن في حلقات سابقه عن يمكن نوعين من الاصابات اللي في الركبه، خصوصا تكلمنا عن قطف الرباط الصليبي وايضا المشكلات اللي تصير في الغضاريف. لكن اليوم دكتور في اصابات حتى يمكن نشوفها ببعض الاحيان في التلفزيون في لاعبين كره القدم او كره السله او حتى كره الطائره، ان الصابونه تتحرك من مكانها او تصير فيها مشكله ويكون المنظر صراحه يعني نوعا ما مقزز شويه. دكتور شنو المشكله هذه تصير في الركبه وتتحرك صابونه من مكانها؟ طبعا عظمه الصابونه هي احنا عندنا الركبه تتكون من عظمه الفخذ وعظمه الساق التقاهم، وقدامهم تكون هي عظمه الصابونه او رضفه الركبه. نعم. بالانجليزي احنا نسميها الباتيلا. نعم. طبعا هذه الاصابه مشاكل صابونه عديده بصراحه، يعني تتراوح من الشغلات البسيطه اللي مجرد احتكاك الصابونه، تاكل غضاريف صابونه، او ممكن تصير اصابات قويه مثل خلع الصابونه. عادة هذه الإصابة تحدث بسبة احتكاك أو التحام بين شخصين. طبعا هذه الإصابة تكون شائعة أكثر بأعمار الصغار بالعمر، عادة احنا حتى ما نلقاها بالعقد الثاني من العمر. عادة ما يكون كبار إلا إذا في طبعا رياضة فيها التحام شديد، ممكن طبعا نلاحظها بالرياضات العنيفة. اول طبعا ما يصير الاحتكاك، المريض طبعا راح يشوف ريله ويشوفها مثل ما انت شرحت شكلها غريب. صحيح. لان هي صابونه هذه تعطي مثل ملامح الركبه. صحيح. فلما تطلع من مكانها يكون تغيير، يعني الواحد شوي ينبهر منه. تكون طبعا اصابه مؤلمه لان يصير فيها قطع بالانسجه والاربطه اللي حوالين الصابونه نفسها. عاده ما الصابونه ترد من نفسها، تلقى المريض بس شوي يبلش يحرك ريله ترد من نفسها ويحس ان امه ردت زينه. فدائما مرات احنا لما يجينا المريض يقول له انا انخلعت الصابونه، لما نيجي نشوفه ونفحصه نلقى ما في شيء تغير، راجع مكانها. اي راجع مكانها من نفسه. في بعضهم يسوون بعض الطقات عليها عشان ترجع، هل هذه الحركه صحيه او لا؟ احنا طبعا اذا شخص طبعا دارس وعارف واختصاصي بهالشيء طبعا يقدر يرد اللي هو المفصل حزتها، بس عاده مثل ما شرحت لك ان هذه الاصابه بس مجرد ما الواحد شوي يحرك ريله ويفردها تلقى الصابونه ردت مكانها بحكم انه حركه الصابونه والانسجه والاربطه اللي حوالينها. ممتاز. دكتور تصنيف هذه الاصابه هل دائما ان ترجع من خلال العلاج الطبيعي العادي او لازم في بعض الاحيان تصير عمليه جراحيه لارجاع الصابونه حق مكانها؟ احنا عادة يعني بحالات اللي هي خلع الصابونة، اغلب الحالات اللي الصابونة تنخلع في رباط رئيسي يمسك الصابونة من الجهة الداخلية، وهذا يعتبر اهم رباط حق ثبات الصابونة عشان لا تتحرك وتتجه للخارج. طبعا قبل لا نوصل لمرحلة العلاج في عدة عوامل يعني اللي هو تأثر على حركة الصابونة وتؤدي الى خلعها. العوامل هذه لازم نعرفها ونحللها اساسا نعرف شنو الحل الانسب لهذه المشكله. ولكن بشكل عام بخصوص العلاج، احنا اغلب الناس اللي يصير له اصابه من اول مره ممكن نسوي له بس مجرد العلاج التحفظي ونتابعه ونشوفه، اما الشخص اللي تتكرر عنده الاصابات لا، ممكن يحتاج علاج ثاني او علاج جراحي. ممتاز. دكتور راح ناخذ فاصل، لكن نقول حق الساده المشاهدين لا تبعدون، لان راح نتكلم عن طرق العلاج حق هذه المشكله وشنو المعايير اللي راح كلنا اياها، لكن بعد الفاصل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتور محمد جمشير. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل. دكتور محمد، بالنسبه حق الاصابات اللي تصير في الركبه وبالتحديد بالنسبه حق الصابونه، شلون نشخص الاصابه هذه وشلون نوصل حق الحل الامثل كناحيه علاجيه بالنسبه حق الاصابه؟ طبعا هذه الاصابه ممكن مرات الناس يشوفونها شوي اصابه بسيطه، لان بسرعه الصابونه ترد مكانها والمريض بعدها يمكن ما يشتكي من بعض الشغلات، ولكن بالذات يعني عظمه الصابونه تحتاج تحليل مفصل ودقيق، لان في عده عوامل تؤدي او تساعد ان الصابونه تنخلع مره ثانيه. فانا لما اشوف المريض
شلون نقدر نحدد والله هذا المريض انسب له يروح حق العلاج الطبيعي ولا انسب له يروح حق الجراحه؟ في عده عوامل لازم نبحثها ونحللها على اساس اعرف ان هذا المريض راح يظل يشتكي من خلع الصابونه وهذا المريض لا ما راح يشتكي. هذه العوامل طبعا متعدده ومتفرقه، اهمها نشوف تقوس الريل، اذا كان تقوس الريل الركبتين داشين للداخل هذا عامل يساعد ان الصابونه ممكن لها القابليه بالمستقبل انها ترد تنخلع. كذلك نشوف الحوض نفسه، دوران الحوض، اذا الحوض كان مايل مثلا للامام، العظم كان في دوران لجهه الامام بشكل اكبر، هذا عامل ثاني يساعد. تقوس او دوران عظمه الساق الى الخارج هذا ايضا يساعد ان الصابونه ممكن تنخلع. في بعض العيوب الخلقيه اللي ممكن نشوفها بالاشعات او نستخدم اشعه الرنين المغناطيسي او الاشعه المقطعيه نقدر نحسب بعض الشغلات وبعض الزوايا اللي نقدر نحلل هل هذه صابونه لها القابليه ان ترد تنخلع مره ثانيه ولا لا. فدائما نحاول نبحث عن كامل الاسباب، وايضا واحد من الاسباب طبعا اللي هي ليونه المفاصل والاربطه، هذا بعد عامل يساعد على هالشيء. ممتاز. دكتور الجانب الجيني الوراثي هل له علاقه في خلع الصابونه من اي شخص حوش الاصابه؟ صحيح. في ناس وايد طبعا عندهم يكون مثلا تقوس بالريل، هذا يكون مثلا ممكن يكون شيء خلقي او جيني. راح يكون ممكن يكون موجود بالريلين، ممكن يكون عنده ايضا اللي هو ليونه المفاصل وهذا ايضا يساعد. ممكن يكون في انحراف او عيوب خلقيه وهذه كلها شغلات جينيه ممكن تاثر على العظم وتساعد ان الصابونه تميل للخارج ويصير لها القابليه اكثر انها تنخلع. ممتاز. دكتور احنا قاعد نتكلم الحين من بدايه الحلقه دائما عن خلع الصابونه، دكتور في بعض الاحيان تصير في اصابات مباشره في الصابونه او كدمات قويه ممكن تنكسر هذه العظمه، صحيح؟ اي نعم، طبعا في الكدمات المباشره، احنا طبعا حوالين الصابونه عندنا عده انسجه واربطه تمسك بالصابونه، منها وتر العضله الرباعيه، وتر الصابونه نفسها، هذيلا ممكن ينقطعون بسبب اصابات معينه، او مثلا الناس اللي يشيلون اوزان ثقيله عن طريق القدم او بالنادي ممكن هذا الرباط ينقطع، او واحد يصير مثلا حادث، الحوادث عاده ما تقطع الاربطه الخارجيه او الاوتار الخارجيه حق الصابونه. كذلك نفس ما ذكرت ممكن يصير طبعا الكسر، لما الشخص يصير لا سمح الله بعيد شر عنكم حادث بالسياره يصير ضربه مباشره على الركبه ممكن هذه ايضا تكسر الصابونه. فالصابونه يعني بصراحه جزء مهم بحركه الركبه. ممتاز. دكتور حتى ممكن في بعض الاصابات تصير ركبه وركبه في الالتحامات القويه في بعض المنافسات ايضا ممكن تنكسر فيها الصابونه، وايضا يكون الشكل العام يعني مقزز وممكن الانسان يخاف من يصير هذه الاصابه. الله يبعد ان شاء الله كل الاصابات عن كل الناس في الحياه الاجتماعيه او حتى في الملاعب. دكتور سؤال اخير قبل ما تنتهي الحلقه، بالنسبه حق الاصابات هذه ملاحظاتك في كجراح لما تسوي العمليات حق الصابونه او خلع الصابونه، شنو نسب الاعمار اللي ممكن تصير فيها الاكثر؟ هل مثلا الشباب المراهقين كونهم انه يمارسون الرياضه، ولا ممكن التقدم في السن ايضا يسبب عندنا مثلا ارتخاء او مشاكل في الاربطه ويصير عندنا خروج في الصابونه من الركبه؟ طبعا خلع الصابونه هذا اكثر يصير بالناس الصغار بالعمر، يعني احنا دائما نشوفهم عمر ال 14 عمر ال 16 دائما يكونوا صغار بالعمر. مثل ما شرحنا اللي هي لهم عوامل رئيسيه اللي هي اختلال اللي هي الاوتار او انحراف العظم. عاده هذيلا نلجا للعلاج التحفظي، اما مثلا قطع الاوتار مثلا وتر عضله رباعيه وتر صابونه هذا يحدث اكثر بالكبار وممكن بالناس اللي عندهم مشاكل صحيه. واذا صار قطع بالوتر هذا وتر رئيسي مهم ان الواحد يقدر يمشي على ريله، فهذيلا اكثر يحتاجون العمليات الجراحيه. ممتاز. دكتور محمد جمشير انا اشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله، مع السلامة.